السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا أصدقائي هنشرح مع بعض درس اسمه بقرة جدي. هي قصة جميلة جدا يا أصدقائي عن البقرة اللي احنا شايفينها مع بعض في الصورة. يلا يا أصدقائي نحكي القصة مع بعض. زار باسم جده يوم الجمعة ففرح الجد. ثم ذهب باسم إلى الحقل ولاحظ باسم أن البقرة لا تأكل. باسم بعد ما نزل الحديقة يا أصدقائي لاحظ أن البقرة لا تأكل زي ما احنا شايفين يا أصدقائي في الصورة بيديها الأكل وهي مش راضية تأكل. قال باسم لجده: هل البقرة مريضة يا جدي؟ باسم بيسأل بجده: يا جدو هي البقرة بتاعتنا مريضة ولا ايه؟ قال الجد: نعم يا باسم إنها مريضة. جاء الطبيب وأعطاها الدواء، وبعد يوم لاحظ باسم أن البقرة تأكل، ففرح باسم وفرح كل الأسرة وفرح الجميع. فهمتوا كده يا أصدقائي قصتنا؟ يبقى احنا كده يا أصدقائي كانت قصتنا ايه؟ إن باسم راح زار جده وجده فرح جدا. لما باسم يا أصدقائي نزل الحقل بيأكل البقرة الجميلة يا أصدقائي ما لقاهاش بتاكل، قام قال لي جده: يا جده هي البقرة مش بتاكل ليه؟ قام جده قال له إنها مريضة. قاموا جايبين الدكتور وعطاها الدواء، وبعد يوم باسم لاحظ إن البقرة بتاكل، ففرح باسم وفرح الجميع وكل الأسرة فرحت إن البقرة ربنا شفاها وخف. عايزين يا أصدقائي دلوقتي نقرأ مع بعض ونتعلم من الحديث الشريف اللي قدامنا دلوقتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. معنى الحديث ايه يا أصدقائي؟ معناه ان الرسول عليه الصلاة والسلام بيحسنا ان احنا نرحم من في الأرض، ان احنا نرحم الحيوانات اللي احنا بنربيها يا أصدقائي، ما نضربهمش ولا نقسي عليهم، ونقدم لهم الطعام، ولو تعبانين نعمل زي ما باسم وجده عملوا نجيب لهم الطبيب البيطري يعالجهم يا أصدقائي عشان ربنا يشفيهم. احنا بنعمل كده ليه يا أصدقائي؟ فعلا يا أصدقائي احنا بنعمل كده عشان يرحمنا من في السماء اللي هو ربنا عز وجل. دلوقتي بقى يا أصدقائي مع مسابقة الديك النشيط، يلا بينا يا أصدقائي. وصل الاسم بصورته. عندنا دلوقتي الصور اللي قدامنا ديت يا أصدقائي عايزين نقرأ ونوصلها. ذهب باسم إلى الحقل. فين الصورة اللي باسم ذهب فيها للحقل؟ فعلا يا أصدقائي شاطرين جدا يا أصدقائي. تاني حاجة، زار باسم جده يوم الجمعة. فين الصورة اللي بتدل ان باسم مع جده؟ ممتاز ممتاز جدا يا اصدقائي. تالت حاجة، الطبيب اعطى البقرة الدواء. يا ترى احنا فاضل عندنا الصورتين دول، فين الطبيب اللي بيدي البقرة دواء؟ ممتازين جدا يا اصدقائي ممتازين. رابع حاجة، البقرة مريضة. فعلا يا أصدقائي أهي يا أصدقائي البقرة بتاعتنا مريضة ونايمة وتعبانة. شاطرين يا أصدقائي، مسافة كبيرة جدا ليكم على أجوبتكم الصحيحة. وبكده يا أصدقائي نكون انتهينا من شرح درس النهاردة وحكينا قصة بقرة جدي، مع الوعد بدروس أخرى إن شاء الله. مع نفهم نتعلم ببساطة.